قرروا إلغاء الدعم على مادتي الفيول وبالأخص البنزين الممتاز، كما تضمنه بيان الوزارة المنتدبة لدى رئيس الحكومات المكلفة بالشؤون العامة، أثار ردود فعل متضاربة لدى أصحاب السيارات ومحطات البنزين. اتصل عليا، اتصل عليا بزاف. ايوا انا تنتحرك بالطوموبيل يوميا. ماشي في مستوى على ود الاسمنة فهمتي طالعه، الاسعار طالعه فهمتي، والارباح فهمتي قليله والمصاريف كثيره، وحنا فهمتي ما مساعدناش هذا فهمتي هذا القرار هذا. على ان الراي سائد، وهذا هو المفاجأة، ان القرار بالرغم من انه غير شعبي فانه سيساهم في حل اشكاليه العجز الذي يعاني منه صندوق المقاصه. نظن بانه الا كان في صالح المواطن والخزينه ديال صندوق المقاصه كما تيقولوا غادي تعاوننا على الامد البعيد ولا المتوسط راه مزيانه، حيت تنظن بان من الضروري المواطن حتى هو يساهم شويه. سي اون ديسيزيون ان بوبولير سي كلير. انه قرار غير شعبي وهذا واضح، ولكن اصلاح صندوق المقاصه امر حتمي، وعليه فانه يجب اتخاذ قرارات شجاعه رغم انه سيكون لها تاثير على جيب المواطن. يبدو من خلال ردود الفعل أن هناك وعيا لدى مستهلكي البنزين من أصحاب السيارات أن مشكل العجز الذي يعاني منه صندوق المقاصة يحتم إيجاد حلول عاجلا أو آجلا، وهو ما يتطلب من الحكومة اتخاذ إجراءات جريئة.